والقيام بتنفيذ بعض الغارات الوهمية. وعلى الفور تأدبت السلطة الإسرائيلية بشكوى عاجلة لهيئة الأمم المتحدة عن انتهاكات الطيران اللبناني للمجال الجوي الإسرائيلي على حد زعمه. حول هذا الموضوع بالذات معنا بالاستوديو الشيخ وفيق الناطق الرسمي للحكومة. أهلا وسهلا فيك شيخ وفيق. أهلين حبيبي. شيخ وفيق، بتمنى تحكي بصراحة، شو رأيك بالشكوى اللي تقدمت لهيئة الأمم؟ يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني خي روح يبلط البحر، نحن من إمتين كنا نسأل على هيك شكاوي؟ بس نحن كمان بهمنا رأي المجتمع الدولي شيخ وفيق، بعدين مش حلوة قدام المجتمع الدولي طيراننا عم يفوت ويظهر كل يوم والتاني على إسرائيل، شو قلنا هونيك يا عمي؟ شو قلنا يعني؟ يا حبيبي هيدي طلعات روتينية عادية. نحن كل اللي بهمنا من القصة هو أمن سكان جنوب لبنان، ولحتى نقدر نوفر الأمن لسكان الجنوب لابد من هيك طلعات، والشاطر يفهم ويحكي. طيب يا ترى دولة الرئيس عم تفكروا تعملوا غزو لشمال إسرائيل لحتى تحافظوا على أمن جنوب لبنان؟ هلأ أنا يعني ما فيني أقول لك شيء، كل الاحتمالات واردة، وشو الله بيلهمنا نعمل ما بنعرف. ميرسي كتير، ميرسي كتير شيخ وفي. ميرسي بوكو مون شير، ميرسي. هددت دول حلف التعاون العربي بفرض ما يسمى بالعقوبات الذكية على إنجلترا، فيما إذا استمرت بمنع استقبال خبراء التفتيش الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل في أراضيها. وقد أعرب الناطق باسم الحلف التعاون العربي بأن على جميع الدول أن تنصاع لقرارات الحلف، وخصوصا فيما يتعلق بالنزع الأسلحة الدمار الشامل. خرج آلاف المتظاهرين في مدينة لاهاي للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لعقد المؤتمر الأول للعوربة، كما خرجت عشرات المظاهرات المماثلة في عواصم عديدة من العالم. ويشهد مفهوم العوربة معارضة عالمية شديدة من معظم الدول وشعوب العالم، لأنها تخشى أن تفقد هذه الدول هويتها الوطنية وتراثها الخاص أمام الهوية والتراث العربيين. ومن جهة أخرى أقرت دول حلف التعاون العربي مشروع الدرع الصاروخي، حيث ستشترك مع الدول العربية بتمويل مشروع هذا الدرع، والذي يشكل مظلة واقية من الصواريخ الباليستية حول حدود الوطن العربي. ومن المتوقع أن تدفع تكاليف هذا المشروع بالعملة العربية العورو، ويكلف هذا المشروع مبلغاً وقدره 20 مليار عورو. إلى اللقاء. كما طلبت أغنية كيد عزالك حبيبي كيدهم وانت معاي الأخت مشلين وتهديها إلى نيفين بمناسبة إصدار العملة العربية الموحدة العورو، ومن سماح إلى صلاح بمناسبة طلاق قمر، عفواً بمناسبة إطلاق قمر تجسس عربي فوق إسرائيل، ومن ألغام عفواً من إنعام إلى أحلام بمناسبة التصديق على مشروع الدرع الصاروخي العربي، ومن بهيم عفواً ومن فهيم إلى نديم بمناسبة طلاق سته عفواً كتير بمناسبة إطلاق ستة من المعتقلين السياسيين من السجن وتحويل السجون إلى متاحف، ومن إليكم فيما يلي طائفة من الأخبار المحلية. أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بياناً تطلب فيه من الأخوة المواطنين الابتسام في الشوارع والابتعاد قدر الإمكان عن كل مظاهر الإحباط والاكتئاب واليأس التي تبدو على وجوههم، وذلك من أجل تنشيط الحركة السياحية. وزارة الإعلام أصدرت بلاغاً تسمح بموجبه للمذيعين والمذيعات في التلفزيون العربي بممارسة الابتسام العفوي أثناء تقديم البرامج غير الجادة، كما سمح البيان للمذيعين والمذيعات بسعال الخفيف دون ما الحاجة للاعتذار بالجمهور. <تصفيق>
ومن أخبارنا الرياضية، فاز سوريا بكأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها في المباراة النهائية على الأردن بركلات ترجيح، بينما فازت لبنان بالمركز الثالث بعد تغلبها على فرنسا بثلاثة أهداف نظيفة. إلى هنا يا سيدات وسادة تنتهي نشرتنا الإخبارية المنوعة، دمتم بخير وإلى اللقاء. انتهت نشرة الأخبار. أسامة. أسامة. خير شو في؟ حبيبي ليش نايم هون؟ فوت نام جوا. خلصت الأخبار؟ شو بيعرف هذا الخبر العاجل؟ اسمعي اسمعي. طائرات التحالف الأمريكية والبريطانية تقوم الآن بقصف بعض المواقع المدنية في بغداد ومناطق عراقية أخرى، وتفيد الأنباء بأن القصف يودي بحياة العديد من الأطفال والنساء. لك الله يسامحك، ليش فيقتيني؟ كنتي خليني نايم.